اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على وعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، والصلاة والسلام على من عليه صلى وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عدد من صلى عليك وعدد من لم يصلي عليك. السلام عليكم ورحمة الله، عدد جديد، لقاء متجدد، برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي يجيب عن أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. معلمنا بإذن الله في هذه الأمسية المباركة صاحب الفضيلة شيخنا وأستاذنا الشيخ أبو عبد السلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا أبو عبد السلام مرحبا بك. وبكم أهلا ومرحبا. الله يبارك فيكم إن شاء الله. قال تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. ما العلاقة بين إقامة الصلاة والإنفاق في السر والعلانية في هذا المقام المبارك من هذه الآية الكريمة؟ شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. المعلوم أن الإسلام كل لا يتجزأ، معنى ذلك أن قواعد الإسلام وأخلاق الإسلام والقيم التي أمر بها الإسلام والتعامل فيما بين الناس على منهج الإسلام يقتضي أن يكون متكاملا، لا يجوز للإنسان أن يقتطع وأن يستجزئ ما يلائمه وما تطمئن إليه نفسه وما يجد فيه الراحة ويرفض ويرد غيره، هذا لا يجوز. ولذلك رب سبحانه عز وجل أمر بما هو شيء مقدس لا يجوز تركه بأي حال من الأحوال. فالصلاة عماد الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. فالصلاة أول مأمور، وهي القاعدة الثانية بعد الشهادتين، يعني بعد دخول الإنسان في الإسلام وبرهنته على أنه مؤمن، يجب عليه أن يؤدي الصلوات الخمس التي افترضها الله تعالى على المكلفين من المؤمنين. وحتى في سورة البقرة في افتتاحيتها: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. صحيح. يعني الربط بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة. وفي الآية من سورة آل عمران التي ذكر الله فيها أنه أعد الجنة للمتقين، ذكر من صفاتهم، يعني الصفة الأولى أعدت المتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء. الله جميل. معنى ذلك الإنسان، لأن النفس البشرية مجبولة على حب الجمع والمنع. الله. هذا هو الحقيقة، الإنسان يحب أن يجمع ويحب أن يدخر ويحب أن يكتنز ويحب أن يمنع. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واد من, 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 من الذهب يجري لتمنى له الواد الثاني، ولو كان له واديان لتمنى لهما الثالث. يعني ما يملأ بطن ابن آدم إلا التراب. فالإنسان بطبعه يحب المال، وتحبون المال حبا جما. لكن عندما يتعارض حب المال مع حب الله، كما قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخره. معناها المفسرون ماذا قالوا؟ قالوا على حبه في الضمير تحتمل المعنيين، تحتمل أن يكون على حب الله تعالى، يحب المال ويحب أن يكتسب كثيرا منه ويحب أن يجمع، ومع ذلك يفضل حب الله على حب المال، فحب الله يجعله يتحرك آليا لإنفاق هذا المال في سبيل مرضاة الله. ومنهم من يقول بأنه فيه الضمير يعود إلى المال، يعني معناها على حبه الشديد للمال عندما يتعلق الأمر بطاعة الله يقدمه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنفاق من أصعب من الأمور على النفس الإنسانية، يعني تجده يبادر إلى القول ويبادر إلى كذا ويبادر إلى أمور كثيرة، ولكن إلى أن يصرف المال تجده شحيحا بخيلا. فلذلك من أجل إرغام النفس وعلاجها من هذا الشح والبخل كان من المأمورات المقدسة الإنفاق في سبيل الله. ثم قضية الإنسان المؤمن لا يمكن أن يعيش بمفرده على الأرض، فهو يعيش مع الناس، فإذا لم يكن مع الناس في سرائهم وضرائهم فمتى يكون؟ ما الفائدة منه؟ ما المعنى من وجوده؟ فلذلك بماذا يتواصل مع الناس؟ بماذا يحقق مصالح الناس؟ بماذا يسعى إلى إدخال السرور على الناس وإلى قضاء مصالحهم وحوائجهم؟ بالمال. صحيح. ولذلك رغبه مولى سبحانه وتعالى في الإنفاق من أجل هذا التعامل الذي هو من أكبر جسور المحبة والمودة والتعاطف والتراحم بين المؤمنين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، معناها هذا التعاطف والتواد إذا لم يعقبه هذا الإنفاق، معناها ويؤثرون على أنفسهم. هذا هو الذي أثنى الله تعالى به على الأنصار، ينفقون أموالهم يشاركون فيها المهاجرين. يعني تجد أحدهم له ممتلكات يأتي إلى أخيه المهاجر الذي آخى بينه وبينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا أخي هذا مالي تعال أشاطره معك. فسعد بن الربيع حينما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، قال لعبد الرحمن يا أخي الذي لم تلده أمي، تعال هذه ضيعة عندي مزرعتين كبار، يعني من أشهر المزارع في المدينة، ولي زوجتان، انظر أيهما أعجب إليك فأطلقها وحينما تنقضي عدتها تتزوجها. وهذا نبل ولا لا؟ ونبل آخر يقابله من عبد الرحمن بن عوف، أمسك عليك مالك وأهلك يا أخي ودلني على سوق المدينة، فأنا تاجر وأنا أعرف الحرفة، حرفة التجارة، ومن ثم لا تشغل بالك مني، دلني على طرق الكسب وليس على أن تشاطرني مالك، لأن هذا يعلمني الكسل، يعلمني الخمول، يعلمني الاتكال على الغير، يعلمني كذا. لا، فلذلك وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أكبر منفق بعد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الإسلام، حينما يريد سيدنا عمر أن يفاضل وأن يسبق أبا بكر في الفضل وفي العمل الصالح وفي الإنفاق، ذات مرة جاءت هذه السنة العسرة، يعني غزوة تبوك، فجاء بشطر ماله من أجل أن يجهز الجيش، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ماذا تركت لأهلي؟ قال تركت لهم نصف مالي، يعني شطر مالي. وأنت يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قالت لك تركت الله ورسوله، يعني آتى بكل ما كان يملك. ويأتي سيدنا عثمان ويجهز الجيش بكامله من ماله،
وفي نفس العام أيضا تأتي قافلة تجارية محملة بكل أصناف التجارة يعني التي تعود الناس عليها. فمن صاحب القافلة هو سيدنا عثمان، فيأتي التجار الكبار: يا عثمان بيعنا هذه البضاعة، بكم تريدون أبيعكم هذه البضاعة؟ فأخذت الأسعار تتهاطل عليه يعني من التجار: أعطيك كذا وأعطيك كذا. وكلما أعطاه تاجر مبلغا أو مالا يعني سعرا، قل هناك من أعطاني أكثر. فحينما وصلوا يعني ارتفعت أسعار البضاعة: أعطيك كذا نعطيك كذا، وما ما باع لهم، دائما يقول لهم هناك من أعطاني أكثر. خلاص توقفوا، ما وصلوا إلى حد السقف لم يستطيعوا أن يرفعوا أسعار أكثر من هذا. قالوا الآن من فضلك إحنا ما نقدرناش نرفع أكثر من هذا، عرفنا بهذا الذي أعطاك أكثر. قال لهم: هل أنتم تعطوني 700 مرة أكثر؟ ربي أعطاني 700 مرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حبة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والله يضاعف لمن يشاء، يعني معناها راها ربي أعطاني هذا الشيء. هذا قدم كل هذه، قال هي في سبيل الله لفقراء المسلمين، فقراء الأنصار في المدينة المنورة. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شرائها أيضا البير، قال: ما ذر عثمان بعد اليوم عمل. الله، يعني معناها الله الإنفاق رضي الله مفتاح الفوز بالرضا رضي الله وغفران الذنوب والتجاوز عن الزلات وستر العيوب. فالإنفاق لأنه معناها الانتصار على النفس، معناها محبة الآخرين، محبها معناها السعي من أجل إسعاد الآخرين، من أجل التفكير في مصلحة الآخرين، المبادرة إلى إيصال الخير إلى الغير. هذا هو الإنفاق. معناها الإسلام يحارب فينا الشح والطمع والأنانية، فهو يريدنا أن نكون لبعضنا. هذه من ثمرات الإنفاق، والله الموفق إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا أستاذنا أبو عبد السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. شيخنا، هذه المعاني باختصار باللغة الأمازيغية. والله على كل حال نكون يا ربي سبحانه عز وجل يمسحنا قد الدنيس بشكل نراد نبرهنا في الإيمان النهو من الذي المؤمنين حقيقة من صحة نغذ المؤمنين، لكن قرن مصالح تجارنا كذا طيوان المؤمنين يعني نصح نغذ الكذب. إنك المؤمن نصح ولا شكرا غارد يغلين في اللاس نغارد عزيز في اللاس الزاث ربي سبحانه عز وجل ذو الأمر ربي وين أرضي أرضي فيقاي يرضو ربي سبحانه. إنسان المؤمن يعني التفكير نس أخمي نس الإنشغال نس ذا شو كان يلقى مكلا يفوز سرضى ربي سبحانه. خطر ما إلا ربي يرضف بنذم ولا شكل أرثي ذر سبحانه، منفعة كانت المصلحة كان. فلذلك ندن ربي سبحانه عز وجل إنك مثل المؤمنين الصحان أقلين ومرخ كنت فرضت في اللون تظليت هي الصلة يعني ذا ملاليك شدني قال ونظر ربي سبحانه ما يجسي وإن كان ثاني يقزمي قرطة مرارني ذا الصلة تظل لي ثيني يلقى كنت في كابريد الإنفاق يلقى كنت علم كنت تدرب أم كانت تخلص من الأنانية أم كانت تقول مذيم ذاني يكس عن المنفعة يكس خميم من أم كانت تنفع عن الغير صح أم كانت تنفع عن الغير ماشي تظل لي ثني تظل لي ثنقلي الزلطي منيك سبحان الله. لكن يدق ربي قال الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له يعني أي النار تخدم طب نذمة ثاني كتشيع ربي نوري نسافع يس وريس وستريت المعصية يعني. فإذا أي النار يخدم بنذم إلا قد يخدم يوذ من ربي سبحانه عز وجل إنك ما تبغي ما كنا غفران الذنوب النون ظلث سنفقم صرفث صرفت في إيمان وانتهي سمز والو شحو ثلاث إيمان
والخطر الأكبر البخل، البخل على النفس، عن الأهل، عن الأهل. والرسول صلى الله عليه وسلم: إنك دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على الفقير والمسكين، ودينار كذا، ودينار تنفقه على أهلك، فأفضلهم الذي أنفقته على أهلك. يعني الإنسان ما ينفق، يعني ما يصرف في الأهليس، في الرويس، في المطوثيس، في مولانيس، في الأقاربيس، أمام ذي ثماس نغذي ثماس ذوينك في ظلام. خطر ربي يبغى دائما نقول ممكن، يعني ندكل نسم فلاقرة ونسم خالفرة، ويبغى دائما اللي نسم حبية نسم يكرهرة، ولا شيء يسخن مني غادي يقود قويتنين إلا قاني لي نسعى الثقة قوغرانا، نسم حبي قوغرانا، نسم عاونا في الخير قوغرانا. ولكن أم عاون في الخير ذا شيء يدلني، يعني قصبر هين في الناس الإنفاق مالي اللي المحبة المال جمعة سورديين جمعة الشيء تكسبت الشيء، لكن أقلك تحب الشيء وتحبون المال حب من جمن، لكن أنا واخيرا واقف ظلا الحب الربي غير الحب الشيء. حب الربي، الحب الربي إيه ما لا شيء إلا قسم فقط بشكل الناس فاسد المحبة ربي سبحان. والصدقة برهان، ها والصدقة برهان في الحديث أبو مالك الأشعري، والصلاة ضياء سبحان الله. يعني معناها بنادم إلى قد ينفق، أم كان أتأكدت باللي تبينت باللي المؤمن زيك النقر نسوي الدليل أو البيان، ها البينة على من يدعى، إيه فإذن البينة على أنك مؤمن أن تنفق في سبيل الله. كن إذن نغطر قبل الآية: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. إذن معناها ما يصرف إذري من يصرف الشيء نس غاك يسحب إذري من يسحب الشيء ماذا به ويصرف له، ولكن من يجعل الميزان غير المحبة ربي، المحبة الشيء المحبة ربي يكفز ويكفضل إيه باش هذه فاز المحبة ربي إلى قد ينفق الشيء إذا شيك سواس كزاف المحبة ربي سبحانه إيه قد ينفق أزدي على الشجاعة أزدي على الكوراج باش كندي ينفق. إنك ربي سبحانه غاص تحبيت الشني باش تصير ضد المؤمن، برهنت باللي المؤمن إلى قسم فقط تصرفت وين تبغيت وين تصرف تحبيت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أغي ينفع ربي إن شاء الله، وغيوفق ربي إن شاء الله، وغيول لها ربي إن شاء الله وبإذن الله. أحسن الله إليك شيخنا وبارك الله فيك، شكرا جزيلا على هذا التبيان. هلا سألوا عبر خابسة القرآن الكريم من الجزائر، هكذا يونس بارك الله فيك رد لنا فيصل. فيصل مرحبا بك وبكل المتابعين عبر لغة الإشارة الذين يتابعون هذا الفضاء. طبعا لما كان الحديث باللغة الأمازيغية غاب علينا شوية. فيصل مرحبا بك دوما فيصل، وبكل من معك وخلفك عبر هذا الفضاء. أرقام التواصل كما هي على الشاشة: 021 39 43 43، هي أرقام التواصل خلال هذا الفضاء. نسعد بأسئلتكم. هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. يونس المفتتح بإذن الله هذه الأمسية، الله يبارك. مرحبا بنس الشلفح. أختنا حليمة مرحبا. مرحبا بكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم شيخنا، أنا شوية مرتبكة خاطر أول مرة. لا لا مرحبا، راكي في دارك أخت حليمة، تفضل. الله يسلمك. حبيت نثق في الشيخ، أنا عندي راني نغرم في الصلاة. أيوة. حبيت نعرف إذا كان شرط كل وقت ندير الإقامة. أيوة. ولا نقدر في أي وقت نغرم، يعني مثلا عندي نهار نغرم، نقدر نغرم مامور العصر. أيوة. وعندي سؤال ثاني. مرحبا. أنا دوك عندي مشاكل مع الزوج تاعي وأهله. أيوة. دونك أنا كنت متزوجة ومدة 5 شهور، هي دونك كعندي حنادي في الدار. أيوة. ما حبتش تقوم معايا الشغل وما حبتش هذيك وديك، قلت لها معليش
انا نخدم زعما نخدم قد طاكسي زعما. ايوا هي عادي، ومن بعد وليت نخدم هكا عادي وهي نورمال. ومن بعد واحد الشهور ناضو داروا لي المشكل مع راجلي تداوسو هي وهو جابني لدارنا. ايوا كي جابني لدارنا مدة شهر ويروح ويجي. ومن بعد هو كان تخاصم معاهم وانا قلت لا زعما راهي امك مهنا كانت امك. هي كي تكلمنا معاها مش عارف الله اعلم واش قالوا له الدار. ايوه ايوه من بعد راح لي خويا طلع لي خويا كي راح خويا هضر معاهم قالت له علاه تقول نخدم طاكسي وهما يعني كي داوسوا داوسوا مع وليدهم قبل ودخلوني انا في الموضوع. ايوه من بعد هو قطع مده 6 اشهر يعني كي لحقت 6 اشهر قالوا لي زعما روحي للقضاء. أيوة. دوك انا لا راني ظالمه ولا بحال بغيت نعرف لا انا راني ظالمه ولا هما راهم ظالمين. طيب رحتي للقضاء ولا مازال؟ رحت للقضاء وحطيت القضيه تاعي وراني قارع زعما عندي بزاف راني وش قارع. واش تطلب؟ واش تطلبي؟ راني طالبه الرجوع. ايوه وهو زعما قطع نيميرو التليفون تاعو بدلو. هو مع انه في العلم كي دارني حطني شهر الاول يجي ويروح. ومن بعد حبس مش عارف الله اعلم لا هما دوروها عليا ولا الله اعلم واحد ما يقش على الله. يوفق لي كل خير ان شاء الله. شيخنا يحاول يوجهك اختنا حليمه وربي ان شاء الله يرجع الامور الى مجاريها ان شاء الله. عندكم اولاد؟ سؤال ثالث لو سمحت. عندكم مرحبا عندكم اولاد؟ لا ما كانش 5 شهور. ربي يفتح ان شاء الله. امين ان شاء الله. السؤال الثالث كان متعلق به. هو فيه ديون ديون بزاف. ايوه وانا كنت زعما نقول له زعما استحفظ هو مسرف زعما يصرف بزاف ما عندوش حاجه. ايوه هو عنده ديون بزاف قوي. كنت نقول له زعما استحفظ هكا باش ترجع الديون تريح منها كي تقابل مولانا تكون صافي. هو مش عارف تقول بنت له هذا شح مني ولا بخل ولا وربي اعلم انا باللي كنت نحوط مصلحته. ومع العلم هو مام خويا داي عليه دراهم دوك شو كنت في مشكل ما بينه وبين خويا وانا كنت خايفه. كنت نقول له زعما هذه مش عارف هو بنت له هكا تكون تقصي الاستاذ الشيخ تاعنا اسكو هذا بخل ولا حرص ولا والله الله اعلم. ربي يوفقك ان شاء الله. ربي يوفقك ويفتح علينا وعليك ان شاء الله. وحبيت تفهمني على الصالات بزاف خاطر راني نغرم سمعتكم على الغرمه راني نغرم وسمعت باللي ما كاش صالات مور الفجر وما كاش مور العصر. واضح ان شاء الله شيخنا يوضح ان شاء الله. هيا شكرا شكرا لكم اساتذتنا الكرام. الله يبارك فيك سيدي وربي يوفقكم ان شاء الله. وادعوا لنا ادعوا لنا ان شاء الله راني في هم وغبينه. ربي يسر الامور ان شاء الله. ان شاء الله وانتم ثاني ما تنسوناش بالدعاء. جاوب شيخنا ان شاء الله اختنا حليمه شكرا جزيلا. يونس خلينا نستكمل الاسئله ثم نستقبل مكالمه جديده رجاء حتى لا نترك احدا ينتظر. اختنا حليمه مشلف شيخنا تسالكم انها تقضي صلاتها وتقول هل يمكنني أن أختار وقت أي وقت وأقضي ما شاء الله وما استطعت وتسأل على بعد العصر وبعد الفجر والإقامة في صلاة القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قضاء الفوائد معناها قضاء الفرائض الفائتة التي تهاونت عليها أو غفلت عنها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث من سهى عن صلاة ونسيها أو نام عنها فليقضيها متى ذكرها. نعم هذا الدليل الذي استدل به القائلون بوجوب القضاء وهذا رأي الجمهور مش معناها لم ينفرد به شيخ عن الآخرين. رأي الجمهور الانفراد يعني القلة القليلة جدا الذين قالوا بعدم القضاء وأنه الإنسان إذا فاتته صلوات تمثل عمر من حياته فلا يطالب بالقضاء إنما يطالب بالإكثار من النوافل والبقي على الله تعالى. إن شاء الله. فاحنا نقول القضاء واجب هذا الذي قال به الجمهور ونحن مع الجمهور والسادة المالكية في هذا حريصون عليه.
ثم بعد ذلك قضية الإقامة. الإقامة عند صلاة كل فرض حاضرة أو فائتة. الإقامة نقيم الصلاة عند كل فرض بدون النوافل، غير النوافل، النوافل لا نقيم لها الصلاة. معناها صلاة الفجر ولا صلاة الشفع ولا صلاة الوتر ولا الراتبة ولا الضحى ولا قيام الليل، هذا لا يحتاج إلى إقامة، لا نقيم الصلاة له. لكن عندما يتعلق الأمر نصلي الصبح، نصلي الظهر، سواء اليوم تاع الحاضر يعني الحاضرة أو الفائتة نقضيها، أقيم الصلاة يعني لكل صلاة، أقيم الصلاة يعني وأقرأ الإقامة لكل صلاة. هذه الإقامة. وأما قضية وقت القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفل صلاة النافلة ما بين الفجر الصادق إلى أن تشرق الشمس مقدار، تطلع الشمس مقدار الرمح، وبين وعند الهاجرة يعني حدود 4 ساعة 10 دقائق قبل الظهر، وما بين العصر والمغرب. هذه أوقات ثلاثة انهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل، ولكن الفرض لم ينهى عنه، بدليل أن الإنسان إذا غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بداية الشروق، في بداية الشروق لا نصلي ما ليس فرضا، يعني الفجر لا نصليه، نؤجله إلى أن تطلع الشمس بمقدار الرمح، لكن الصبح نصليه على الفور لا نؤجله، هذا فرض لا يحتمل التسويف، لا بد أن يؤدى. فلذلك الفرض نقضيه متى تمكن لنا، يعني ما كان عندنا متسع من الوقت نقضي بعد الفجر وعند الهاجرة وما بين العصر والمغرب، نقضي في كل هذه الأوقات وعاء زمن يصلح للقضاء. الله يبارك وربي يوفق إن شاء الله. الله ينور. شكرا جزيلا شيخنا على التوجيه. نجاوب سؤالين متبقيين لأختنا حليمة، ولكن قبل ذلك في الانتظار محمد مصطيف. السلام عليكم. مرحبا سي محمد. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. عندي سؤال بارك للشيخ أخونا. تفضل يا محمد. أنا في مجال الورش. أيوة. أنا حنا يا جدي الله يرحمه مزوج بربع نسا. أيوة. ربع نيتو. أيوة. وعنده خوه معاه في الوار يشيل معاه فين. أيوة. يعني متوفي الله يرحمه وعنده ولاده، ولاده عنده مرته معاه. أولاده؟ أما جال هذا الورث الكل دوكا راهم دوكا راضيين بالبيع، كاين واحد من ولاد جدي الله يرحمه ما حبلناش، درنا أي طريقة، درنا له جماعة، دزينا له شيوخ كبار، حرم خوته من الورث. ذوك العقار هذا ذوك راهو حبس، ذوك راهو في مدة 6 سنين ما 4 سنين، وكاينين نشاق خوتو، خوتو من أمو من أبويو حارمهم، راحوا لي داروا أي طريقة ما حبش مرة، يروح لنا القضاء، القضاء كي قلنا له قال لنا هذه روحوا ديروا مجمع تاع خير تاع الصلح. وفرقوا الشيء هذا قلنا له راه ما حبناش، قالنا هذا المجلس اللي راح يديروا تاع تحول على القضاء لما تولي فيها خسائر كبيره، وهما ما عندهمش مشاكل باش يسلكوا. ايوه. هذه هي ننصح الشيخ يقول يدبر ينصحنا اش ما نديروا والله. ان شاء الله. واضح ان شاء الله. واضح يا محمد. هذه راهي من أقول من 65 وهذا المشكل هذا صار. الله يجيب الخير. الله يجيب. من 65 وهم الورثة ذوك راهم اللي رايحين يزيدوا، راهي ذوك في 72 وير راهي داروا عداوة بين بعضهم ذوك، ولا الخو ما يجي لأخته، البن الخوت ما يروح للخال، راهي دعيوا لهم ربي يصلح بيناتهم إن شاء الله. يا ربي يا ربي، ربي إن شاء الله يهدينا جميعا وربي يجيب الخير يا محمد. تسمع ان شاء الله توجيه الشيخ. شكرا خويا محمد، شكرا وتحيه لنا الصطيف. شيخنا اختنا حليمه مشلف تحدثت عن المشاكل الزوجيه التي تفجرت، وتفضلوا.
والله وش نقوله، احنا بالنسبة لحماتها يعني اللي ذكرتها هي أم الزوج. أم الزوج ما يلزمش كثير من العرايس يغلطوا وفي اعتقادهم أنه يجب عليها أن تقاسم معها أعمال البيت، وإلا فهذا تقصير منها وينبغي أن تنبه وما إلى ذلك. والعرف نتاع المجتمع نتاعنا يقول بأن العجوز حينما تزوج ابنها تزوجه على أن تأتي بامرأة تخدمه وتخدم أهل البيت، خاصة الوالدين يعني الأم والأب. ف يعني ما لا نخلط في الأمور. ولذلك نقول الزوجة الحكيمة هي التي تعمل على أن توفق في خدمتها لزوجها وخدمة أهل زوجها دون أن تتسبب في إرهاق نفسها. أيوة. ولكن لا تبخل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا تبخل. أيوة. واش قدرت تؤدي واجبها على قدر المستطاع. وثانيا تحسن من كلامها، تلين لسانها، تجعل لسانها رطبا بالأدب، بالكلمات التي تدخل السرور على الجهة الأخرى، بالكلمات التي ترضيه، التي لا تجرحه، لا يرفضها، لا يقرأ لها حساب وألف حساب. معناها الإنسان يتخير الكلام الذي يتفوه به للآخر حتى لا يقع في مشكلة فعلا. ثم هذا الزوج له أم، هذا الأم، هذا الزوج نتاعك راه عنده أمه، هي اللي ولدته، هي اللي كبرته، هي اللي وصلته، وهي اللي زوجته. فما تنسيش بأنه راه عندها فضل عليه، وعنده حق، عندها حق عليه، حق البر بالأم. ولو وقع في اختيار، لو وقع في اختيار بين الزوجة والأم، والواجب الأخلاقي والواجب الديني والواجب العرفي يملي عليه أن يقدم أمه، وإذا اقتضى الأمر إلى تغيير الزوجة، ولكن لا يفرط في أمه، لأن الزوجة يمكن أن يستبدلها بزوجات أخريات، لكن الأم لا يمكن أن يستبدلها. فلذلك من خدمة الزوج خدمة أمه، من خدمة الزوج ومن استعطاف الزوج ومن استرضاء الزوج أن ترضى عنك أم الزوج. وإذا رضيت عنك أم الزوج، الزوج يرضى، يولي خاتم في يدك، لأنك هنيتيه، أسعدتيه بإسعاد أمه. فالزوجة الحكيمة هي اللي تبحث عن السبل والأسباب اللي تحتل بها قلب العجوز، هذه قلب أم الزوج، تحتل يعني تجعل لنفسها حيزا فيه محبة وتقدير. فإذا فرطت في الأم، الأم راح توعز إلى ولدها، وممكن توصل إلى حتى تأمره، مش تطلب منه، تأمره أن يطلقها. والزوج يصير فيما بعد ذلك بين فكين الراحة، حينما ينظر إلى الزوجة صالحة، ظريفة، خدومة، الزوجة التي كان يتمناها، ولكن عندما ينظر من جهة أخرى أمه اللي رباته وكبراته علمته وواجب عليه بر بها، فيبقى مسكين بين فكي الراحة أيهما يقدم. فلذلك المرأة اللي ما توصلش لزوجها لهذا الموقف اللي يصعب عليه باش يختار باش يفضل، فهي على كل حال المشاكل نتاعها كلها فيما ذكرت أنه في سوء علاقتها مع حماتها. نعم، هذا هو. فلذلك زوجك لما اداك لوالديك معناها راه كاين إعاز من الأم، وثم فيه إيجاد راحة. كان كل ما يدخل للدار أنت من جهة تحكي وتشحني وتعبئي، وأمه من جهة أخرى تقول له. وطبعا هنا يا مش مطلوب يعني بصفة مش عارف كيفاش نقدر نقول لازم يصدقك انت ويكذب امه، يعني مش ممكن هذا الكلام هذا.
فلذلك ما توصليش أمه حتى تكذب عليك ولا تنمي عليك ما لا يرضيك ولا ليس فيك. فعلى كل حال دروك راك انت رفعتي القضيه للعداله وطلبت الرجوع يعني. وطلبت الرجوع، خلي العداله الان تحكم، القاضي راح يقدر. والقاضي عاده في مثل هذه القضايا يعقد للمتخاصمين جلسه صلح مرتين، الجلسه الاولى والجلسه الثانيه، يلاقي بينهما وينصحهما بضروره التصالح والتشاور والعودة إلى بعضهما. فإذا فشلت كل الأسباب والسبل إلى الوصول إلى هذا الصلح والتصالح، والصلح خير كما قال الله صح. تعالى، فعندئذ طبعا راح يغلب الجانب المصلحة ويصدر حكما وفق المصلحة التي يقدرها. الله يبارك فيك شيخنا، شكرا جزيلا. تسأل عن زوجها، إن شاء الله ربي يوفق وتعود إلى بيتها. والله أنا أقولها أنت الآن ابتداء ما تقلقيش، تقلقيش إذا فيه إمكانية الاتصال بالزوج بأسلوب ودي، اتصلي به ولو كان يعني تعتذري له، ولو إذا عندك استعداد فعلا ترجع لدارك، ترجعي لزوجك، ولو مظلومة تعتذري له باش تستعطفيه وتسترضيه ويرجعك وتظهر فيه رغبه باللي يصالحك. واذا ما قدرتيش تتصلي صبري، صبري وانتظري. ان احنا لو كان شاورتنا قبل رفع القضيه ربما نقولها تريثي شويه، ما تستعجليش امرك، يعني ست شهور ولا ما اسالش، ما قامتش القيامه، نصبر. كاين النساء اللي صبروا 20 سنه، يا الراجل يروح يخلي يتزوجها ويروح يسافر للغربة ويبقى لا يسأل عنها ولا عارف باللي عنده امرأة ولا حتى شيء 20-30 سنة، والامرأة صابرة وباقية وتخدم على أهله وما إلى ذلك، آمالا في أنه يعود في يوم ما. فأنت ست شهور وراكي احترتي يعني وتألمتي، حقيقة الألم هذا ما نكروش عليك، يعني المرأة من طبعها أنها تخاف على نفسها، تخاف على مستقبلها، وكذلك تزوجت من أجل أن تحقق أمومتها. فهذه الأمومة ما بتحقق باللقاء بين الزوجين. فلذلك أنت ما تتقلقيش والصبري، وكثير من الدعاء لله تعالى أن يلين القلوب. أمين. وأن يصفيها من الغل والكراهية ويخليها تمتلئ بالمودة والرحمة إن شاء الله. ولما يكتب ربي إن شاء الله ترجعتي لزوجك، لازم تجتهدي في الإحسان إليه والإحسان إلى أمه. وبالنسبة شيخنا الاستهتار بالديون شيئا ما إلى درجة والله أنه أنت واجبك أنت نصح فقط، النصح إذا هو ممن يقبل النصيحة فالنصيحة لصالحه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نقبلها، رضي الله عنه ورضي. رضي الله عنه. فإذا النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. معناها المؤمن والمسلم من طبعه أنه يحب أن ينصح إخوانه، وهذا الزوج. والزوج حينما تكثر عليه الديون حتى الزوجة تهتم معه، تحمل هذا الهم، فهذا من نبلها أيضا، هذا من كرم أخلاقها، أن تأخذ يعني أن تحتار في من أجل زوجها وتبذل له النصح في أن يأخذ بالأسباب التي من أجلها أو تعينه على قضاء الديون. صحيح. لأن الدين رضاه هم بالليل وذل بالنهار. صحيح صحيح. كما قال الحكماء. فإذا استطعت أن تنصحي فلا تبخلي، لا تبخلي، ولكن لا تضغطي، لا تكثري، حتى يكون ذلك مدعاة للملل والكراهية والنفور من البيت وتفضيل البقاء خارج البيت حتى لا يسمع ذلك الروتين، أنت 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 افعل كذا افعل كذا. لا خلاص، أنت عليك أن تكثري من الدعاء، وربي إن شاء الله يخفف عليك. آمين يا رب. بارك الله فيك شيخنا أبو عبد السلام. محمد مصطيف عن الورث يقول: جده توفي بأربع نعم نساء. هذا نتيجة حتمية منطقية موضوعية على التأخير في قسمة التركة.
هذا التشابك هذا وهذا التنازع حول هذه التركة وهذا الاستئثار عليها من بعضهم ومنع الآخرين، كل هذا بسبب التأخر في قسمة التركة. كاين العرف يقول لك أودي الأخ الكبير نحترموه وما نكسروش بخاطره ولازم نسترضيوه ولازم كذا، ولكن عندما يؤدي ذلك إلى تضييع الحقوق لا، ما ضاع حق وراءه طالب. فلذلك أنتم الآن القاضي رحتوا ليه رفعتوا القضية وقال لكم يودي روحوا تتصالحوا، لأنه شاف القضية نتاعكم فيها كثير التشابك. صحيح. أنا نقول لكم روحوا للموثق حذق يعلن لكم الفريضة، لأن هذا التباعد في الأجيال يؤدي إلى تشابك المنابات. كيف نوصل باش نعين المنابات هذه؟ لأن نقدر نبني القسمة على الأصل، الجد هذا كي مات واش خلى؟ خلى أخوه، خلى أولاده، خلاص أخوه راه يناصفه، معناه مشاطرة الأرض هذه، الأرض هذه لأنه هو وأخوه راهم يسالوا في الأرض مناصفة، النصف راه نتاع أخوه ومن بعد يروح لأولاده، والنصف الثاني لهذا الجد نتاعكم ومن بعد أيضا يتعاقبوا عليه أولاده. هذا القسمة الأولى، لكن الموثقين عندهم واحد التخريجات يقدروا ينتقلوا بالفريضة حتى تعيين المنابات على الفروع وفروع الفروع مهما تنازلوا مهما نزلوا. فلما تستخرجوا الفريضة عندئذ نظن لما تروحوا للعدالة بيدكم الفريضة العدالة تفصل وتستخرج، يعني لأنه الفصل من بعد يخرج خبير. خبير يعني الإكسبير، خبير اللي يعين المنابات وفق الفريضة يقرأ وينفذ، وربي يوفق إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخنا أبو عبد السلام وأحسن الله إليك. يونس هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر، نسعد باستقبال المكالمات، نتعلم مما تطرحون من أسئلة في هذا الفضاء المباشر واليومي والخدمات على قناة القرآن الكريم من الجزائر. نستضيف إلى أين يونس؟ شكرا، هذا رقم التواصل، نسعد بأن نكون معا على صعيد وعي واحد وفهم لكتاب الله عز وجل وللهدي النبوي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر؟ أيوة، الله يبارك. مرحبا الشيخ. مرحبا سي علي. الله يسعدك. مرحبا سي علي، تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نتكلم على رمي سمع فيا شيخ. انا معاك سي علي، تفضل. شوف انا عندي مثل 73 وانا نسكن هنا في قرب تاع كوخ. واش تسكن كوخ؟ ايوه كوخ، في قرب تاع كوخ. ايوه. ولا وما حبوش يعطوني دينار في رياس الحي. رياس الحي واش مش ما حبوش يعطوك؟ ما حبوش يعطوني بناريفي. ايوه. رحت للمير قال لك روح الرئيس الحي، رحت الرئيس هذاك، رحت للرئيس الدائره قال لك روح للرئيس الحي، جيت الرئيس الحي قال لك تمد الرشوه تدي سكن، ما تديش هذاك احلف لي بالله، قال لي والله ما درت سوم انا في الارض. ايوه. وشكيت شكيت وعندي هذاك وجاتني لجنه اشحال من خطره، واللي يعطيني نميرو تليفون نتاعهم يقول لي شوف هاو نميرو تليفون نتاعك نتاعنا وعيطنا فيهم انا وياك. ايوه. انا ما نحبش نعيط لهم، قلت له ما كاينه هضره هضر لي هنا في البيرو ما لا نعيط لك. ايوه. ومن بعد واش قال لي؟ كي بعثني يقول لي خاصتك ورقه في الدوسي، روح للدوسي يقول لي ودي راك خارج في الدائره مدي السكن. يقول لي روح للبلدية راهم هما اللي مبدلين لك. ايوه واضح. ذاك النهار هنايا لجنة الحي داروا اجتماع خيروا الناس المضرورين. ايوه. من بعد خرجوني انا معاهم هنايا مركاوني بلي راني مدي معاهم. كي لحقت البلدية نحاوني. ايوه. ومن بعد كي رحت لهم قلت له علاه نحيتني؟
جاوني اللجنه من البلديه، جاوني للدار شافوني قالوا لي علاه ما عطاولكش. قلت له ودي رئيس الحي وعيطوا له وقولوا له علاه ما عطيتليش. طيب عيطوا رئيس الحي راح اكذب عليهم. لا حول ولا قوه الا بالله. اقسم بالله لا جاني ولا هدر معايا ولا قال لي لا تبني هنا ولا تبني هايها وكلش بالغبال. قال لهم قال كاين الغابات هذه راحت في الغابات تاع لاكاداس. ايوه الغابات هذه تاع لاكاداس راحت في الثمانينات وفيها اكثر من 1000 ساكن بانيين في وسطها وانا ابني في الوسط تاعهم. انا في الوسط يعني ما كاش واحد نقول مطرف والله ذاك. كذب عليهم قالوا راه ما قلنا له ما تبنيش الغابات. قالوا هذوك الجماعه اللي عطيتو لهم بناء ريفي في الغابات لا عطيتو لهم. طيب عم علي. نعم خويا. رانا حاسين بك ان شاء الله. شيخنا واش يدير؟ والله راني في قربي نقسم بربك حي البراج ماليش مدرك حي البراج. معليش شوف عم علي الله يخليك. نعم. احنا في هذا الفضاء نجاوبوا على الانشغالات الفقهيه والدينيه ولكن قضيتك فيها نوع من الظلم. راهو شيخنا يوجهك ان شاء الله ربي يوفقك لكل خير وان شاء الله كاين الخيرين في المسيله اللي يعاونوك ان شاء الله وتحل مشكلتك واحده واحده ان شاء الله وتدي حقك ويكون خير ان شاء الله. لو كنا نسال الشيخ اسمح لي دقيقه نسال الشيخ على الرشوه. أيوة. يعني كي تمد في حيتهم كما هذه تمد الرشوه ليهم وقول لك اعطينا 10 ملايين اخرك مديتهم نتاع الدوله. ايوه. الرشوه هذه كي نمدها انايا ويعطوا لي بنا رفيع انا حالف بمينات وحالف بربي وحالف بلالك وقلت له كان نعرف الماكله اللي تاكلها مديتها تاكلها على جلبة اعطيت لي ساكن قلت له والله ما تضوق. الله اقسم بالله. شوف عمي علي الله يحفظك. واسمح لي نزيدك حاجه. تفضل. اسمح لي نزيدك حاجه دوك انا راه ولا لي مشكل حتى في العائله على جال السكن. ايوه قال لك مد كاين حتى اللي يقول لك مد نبنيو الديار قعدنا في القرابه اول واحد في هنايا راه ساكن في قربي انا الوحيد. واضح ان شاء الله عمي علي. وعندي اسمع يا شيخه. تفضل. ايه ونطلب منك سؤال. عندي واحد القضيه تاع الام والاب لو كان اسمح لي بس عقصها طويله هذه مانيش عارف كيف نتصل بالشيخ ابو زيدي ولا الشيخ عبد السلام. طيب شوف عمي علي خلي ما تقطعش الان ما تقطعش دوك الان تتواصل مع المخرج يدي الرقم نتاعك وشيخنا ابو عبد السلام لما يكون فيه امكانيه يتواصل معه راه ان شاء الله يعيط لك احكي له القضيه ويوجهك هكا. بارك الله فيك. مرحبا عمي علي وربي ان شاء الله يسدد الخطى. والله بالدرع باش يديتكم والله يستركم ما يسال على يا جماعه. لا لا هذا 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 واجبنا عمي علي هذا واجبنا نسمعوا لكم وان شاء الله نوجهوكم قدر المستطاع وحنا لا يمكن بحال او من الاحوال ان يسكت على هذه الممارسات يعني صاحب الحق حق لا رشوه ولا يحزنون. شكرا عمي علي. تفضل شيخنا ابو عبد السلام توجيه الحقيقه المساله على تحتاج كل حل حاجه واحده نركزوا عليها وهو الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اي مصدر اي كان مصدر الظلم هذا راه عند الله تعالى ذنبه كبير وعقابه شديد. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم صل. إذا كان هذا سعلي مظلوم والجهة الظالمة معلومة فنقول له أبشر فإن الله يأخذ لك حقك إن شاء الله طال الزمن أم قصر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس بين إياكم ودعوة المظلوم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لكن القضية نتاع الكوخ والغابة والأملاك نتاع بلدية ولا مش نتاع بلدية وعمال البلدية يطلبوا من رشوة وما إلى ذلك هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق وإلى تأكد من هذه المعطيات مش ما نوقعوش حنا ثاني. هذا هو لأن سيدنا داود عليه السلام عندما دخل عليه الملكان في صورة أخوين بمجرد أن سمع الأخ الأول أصدر حكما ثم أدرك خطأه وش عملت أنا أصدر حكما ولما أدرك خطأه تاب لله تعالى وأناب. والآية التي قالها القرآن
ذاكرا هذا الندم وذاكرا هذا التوبة وذاكرا هذا، قال يعني راهي سجدة اليوم، كل من قرأ المصحف يسجد عندها. صحيح. يعني خضوعا لله واستغفارا لله سبحانه وتعالى على ذنب اقترفه، وهذا الذنب هو إصدار الحكم قبل سماع الأطراف الآخرين. فلذلك ما نقدروش احنا نظلم جهة ونعطيه الحق الجهة، وإنما نقوله كاين قانون، ما كانش أمور تجري هكذا من غير قانون. إذا كان فيه اعتداء على الغابات واعتداء على أملاك في حوزة جهة معينة، هذه الجهة المالكة لها الحق في أن تسترد ملكيتها بأي أسلوب، أسلوب قانوني طبعا، مش صحيح. أي أسلوب يعني فوضوي، فوضوي لا، أسلوب القانوني. وإذا كان هذا المكان الذي احتله ليست له ملكية لأحد، فهو ملكية للعموم، يعني ملكية عامة، والملكية العامة الاعتداء عليها راهو أكبر من الاعتداء على الملكية الخاصة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من التراب ليس له طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني الإنسان الذي يذهب إلى أرض خالية، يلا احفر من هنا واحفر من هنا وطلع جذر منه وجذر منه وراه بيت اسكن، من أعطاك حق البناء هذا المكان حتى تسكن؟ ربما لو سعيت إلى الحصول على السكن بالقنوات القانونية ممكن تحصل على السكن. فلذلك نقول ما تفشلش، أنت ما ضاع حق وراءه طالب، أنت رك مواطن، والمواطن عنده حق، كما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه في خطبته يخاطب الرعية، قال من حق من واجبهم، من حج واجب على الرعية علي أنني أعلمهم، أنني أوفر لهم العمل، أنني أوفر لهم الأمن، وأنني أوفر لهم الرعاية الصحية وما إلى ذلك، وواجبي يعني حقي عليهم الطاعة في المنشط والمكره. فإذا هذه بتلك. فإذا كان أنت معناها محتاج ومواطن وكذا إلى آخره، الدولة راهي شحال شحال من 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 مشاريع وضعت، وهذه السكنات الاجتماعية التي توزع بالآلاف مش بالمئات، بالآلاف. وربما الخلل الشيخ في الناس اللي يستغلون هذه الوضعيات لصالحهم ويدفعوهم، كما قال الرجل أقسم الرشوة على لا يدفع رشوة، وقال لك عندي مشاكل في الدار الزوجة. والله أنا أقول له يعني أثبت على يمينك ولا تدفع الرشوة، الرشوة لعن الله من أعطاها ومن أخذها والواسطة بينهما، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فثانيا حاجة واحدة لازم ننبه عليها، هو أن نكون على يقين أن الشيء إذا كان مقدر ليك نتاعك عند الله تعالى راه نتاعك واحد ما يديه. دفعت الرشوة ولا ما دفعتش؟ وإذا كان الشيء ماهوش نتاعك وحبيت تأخذه بأي طريقة، ادفع ما شئت أن تدفعه لن تأخذه. إذن اعمل يقينك في الله وتوجه إليه سبحانه وتعالى، هو الفتاح العليم، وربي يوفق إن شاء الله. الله يبارك فيك شيخنا أبو عبد السلام وحسن الله إليك، وإن شاء الله عم علي إن شاء الله إلى انفراج هذه القضية إن شاء الله، فقط الصبر واثبت وعبر عن حقك إن شاء الله. هذا الناس اللي يدفعوك لهذه الممارسات إن شاء الله ربي يبعدهم عليك ويوفقك لكل خير. في الدقائق الأخيرة من البرنامج استضيف أختنا مريم. هلو. السلام عليكم. سلام. مرحبا بك سيدة مريم، مع يعني دقائق معدودة، تفضلي بسؤال مباشرة ويجاوبك الشيخ مباشرة. بغي غتسول الشيخ قبيلك كان سمحية. تفضل الشيخ. مساء الخير على الشيخ. مساء الخير أمي، تفضلي. الشيخ بغاك تختار كان قاعدين يدوينا الريد وشني ومقران إلا قاعدين يدو وشني باش هذا يصار. تفضل. نعم. ماذا تصحني غدا باكس كسرتني يا شيخ زالي ويني سعان الرطان زالي تم كارت سكتة إن شاء الله صحيح تشف إن
شكرا، بارك الله فيك سيدة مريم. تفضل شيخنا ابو حسن مباشرة، عندي خمس دقائق. الذي يغسل للكبير العاجز عن القيام على نفسه، هذا على كل حال لا يطالب من يغسل له بالغسل لذاته مرة أخرى، إنما يطالب بالوضوء، معناها لأن مس العورة من نواقض الوضوء، سواء مس العورة هذا يتعلق الأمر بعورة الإنسان نفسه أو بعورة الغير بضرورة الخدمة هذه الصحية هذه. فلذلك مثلا السادة الأطباء والسادة الممرضين حينما يمارسون مهامهم أحيانا يضطرون إلى مس العورة، هذا ناقض للوضوء لكن ليس ناقض للغسل. فإذا تعيد الوضوء ولا تعيد الغسل، هذا بالنسبة من غسل للكبير والعاجز. أما قضية كيفية القضاء، كيفية القضاء عندنا طريقتين للقضاء نتاع الفوائد الصلوات الفائتة، إما أن نقضي يوما كاملا في وقت متسع، يعني نبدأ قضاء سواء من الظهر إلى الصبح أو من الصبح إلى العشاء، هذا فيه متسع، معناها عندي وقت، عندي ساعة بين يدي، نتوضأ نصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هاني قضيت يوم. ما زال عندي متسع الوقت وعندي جهد نزيد يوم ثاني، لأن كما قال السادة الملكية أقل القضاء يومان وأكثره خمسة أيام. ثم هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن الإنسان الذي يقضي الفوائت عند صلاته لكل حاضرة يقضي معها مرتين الفوائت، يعني نصلي الصبح نزيد صبحين من اللي فائته، نصلي الظهر نزيد ظهرين من الفائته، حتى إذا ما صليت العشاء وزدت العشاءين نكون قضيت يومين. هذه الطريقة انتهى القضاء، والله الموفق. وما كانش زمن ممنوع فيه القضاء. الله يبارك فيك شيخ. ربما باختصار بالأمازيغية تعميم للفائدة مدام طرحت السؤال. نعم. باختصار. على كل حال وين رأي السير ذن يوم القرآن، يعني ما إلا يتصل العورة مس العورة تتصل العورة ناقضة للوضوء إلى قد يعوض الوضوء، ما إلا اتصال العورة حتى الوضوء يتعاود لها، ولكن الغسل مس العورة ليس ناقض، يعني مس العورة وين راه يتصن العورة ماشي ناقض، يعني السيرت مغار ثمين تسمطيت السيرت مغار ثمين غيم مام مقرت قل عمر وزميري راه سقطوا الحاجين سيمانين سيرضت ويين ودي وجبالة في اللامس عاوضت لوتو، عفوا الغسل ولكن يوجب في اللامس عاوضت لوتو، خاطر مس العورة ناقض من الوضوء. سؤال ثاني. لكن الصلاة القضيان الصلاة أتسقطوتها كنت زمرت أتسقطوت الوقت لوقت، يعني كل الوقت رزلت ذا جديد الصباح أصار نص سين الصباح وين يعدان نيغ الظهر سين الظهرات نيغ أوقت الساعة الوقت أتسقط لوطو تزلت أس كامل الصبح ظهر عصر المغرب العيشة، لكن إن شاء الله هذا فوق تذي قبل ربي. شكرا جزيلا شيخنا أستاذنا الفاضل شيخنا أبو عبد السلام على ما تفضلت به خلال هذه الأمسية. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام. شكرا لزميلي فيصل على هذه الترجمات والانتقالات اللغوية. أنقل لكم تحيات الفريق التقني العام اللحظة بقيادة يونس ميسيلين إخراجا. سلام عليكم.